إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا ومشاهدنا الكرام. نرحب بكم من خلال هذا البث المباشر أكيد هنا من المدينة القديمة لفاس. فاجعة أليمة أمس وقعت في إزقاق الرمال أكيد على مستوى بالقرب من الطلعة الصغيرة، فانهيار واحد الدار اللي خلات الحصيلة ترتفع الآن إلى خمسة ديال الضحايا، خمسة ديال الوفيات. أكيد يتم تشييع الجثمان ديالهم أكيد وأداء صلاة الجنازة عليهم هنا بمسجد باب القيسة على مستوى المدينة العتيقة لفاس. فأكيد خمسة ديال الضحايا ارتفعت الحصيلة متابعينا الكرام، كما كتشوفوا هذه الصور وهذه المشاهد الحصرية التي تأتيكم هنا من فاس. أكيد فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر الأسر ديال العائلات، الله يصبر الأسر ديال الضحايا. شاهدوا معنا هذه الصور اكيد من قلب مدينه فاس بطبيعه الحال. فكان يعني حاله ديال الاستنفار قصوى امس هنا، رجال الوقايه المدنيه، رجال القوات المساعده، رجال الامن الوطني الساكنه اكيد اللي ساهمت بشكل كبير في مساعده لربما الضحايا، ولكن للاسف قدر الله ما شاء فعل فلم يتمكنوا من انقاذهم. كانت محاوله ديال انتشال احد الضحايا لكن وافته المنيه للاسف. خدينا تصريحات صادمة ديال شهود لحظة وقوع الفاجعة، الجيران اللي اكدوا بأن الحدث كان مرعب. فأكيد نبهنا مرارا وتكرارا إلى ضرورة يعني وضع حد لهذا الإشكال ديال الضيور أي للسقوط على مستوى المدينة القديمة، ولكن للأسف نداءاتنا مباشرات اللي كان اللايفات اللي كنقوموا بها على مستوى المدينة القديمة فذهبت للأسف. لم يتم الاستجابه لكل المطالب، كنا كننبهوا لضروره انقاذ ما يمكن انقاذه لان الحياه ديال المواطنين في خطر، خاصه الدور الايلى للسقوط وكيكونوا ساكنين فيها الناس. شحال ديال الديور في المدينه القديمه ايلى للسقوط ولم يتم ربما ايجاد مساكن بديله للمواطنين، فكيبقاو عايشين فيهم الناس حتى كتوقع ما الكارثه. وكنضطروا للاسف يعني نكونوا حاضرين في الجنائز، ونتمناو خير ان شاء الله باش ربما هذا الاشكال يتم وضع حد له وارضاء الساكنه ديال المدينه القديمه من خلال تعويضهم بمنازل فيها سكن لائق وسكن اللي هو طبيعه الحال كيمشي مع الدستور المغربي. الحق في السكن حق مشروع بطبيعه الحال. دعم الساكنه ديال المدينه القديمه اكيد من خلال دعم كذلك يعني البنايات ديالهم، فهذا واجب اصبح على المسؤولين لانهم يستنفروا كل يعني المصالح ديالهم من اجل تفعيل هذه النداءات ديال جلاله الملك الله ينصره من خلال البرامج المولويه اللي عطاها اعاده تاهيل المدينه القديمه لفاس. فكنحضروا معكم لحظه اداء صلاه الجنازه على الضحايا، وبعد لحظات سوف يتم نقلهم نحو المقبره من اجل تشييع الجثمان ديالهم والدفن ديالهم. فانا لله وانا راجعون، الله يصبر العائلات ديالهم. نخليكم مع هذه المشاهد والصور الحصريه في بث مباشر من امام المسجد.
إذا متابعينا عدت لكم مجددا، أكيد نتمنوا تدعوا معهم بالرحمة والمغفرة، الله يصبر العائلات ديالهم. أكيد ماشي سهل يعني هذا الخبر الفاجع اللي كان البارح يعني هنا على مستوى مدينة فاس، فكانت محاولات يعني محاولات لإنقاذ الضحايا، لكن للأسف خمسة ديال الحصيلة ثقيلة جدا، خمسة ديال الوفيات لم تستطع يعني الجهات المسؤولة باش لأنها تنقذهم، لأن كان الحدث كبير، لأن المنزل انهار يعني من الطابق ديالو الأعلى. وأدى إلى سقوط الركام على الضحايا، فكانوا كيحاولوا العائلات ديالهم الأسر ديالهم يتواصلوا معهم، حنا كنا لحظة وقوع الفاجعة هناك، كانوا كيحاولوا يتصلوا بهم من خلال الهاتف، فكان الهاتف كيصوني وما كيجاوبوش، فعرفوا بأن ربما هما عالقين تحت الأنقاض. كانت محاولات ديال رجال الوقاية المدنية، ايضا السلطات المحليه، القوات المساعده، الامن الوطني، كانت حاله ديال الاستنفار قصوى. الساكنه حاولت لان ربما تنقذهم، ولكن للاسف كان المشهد مشهد محزن. فاكيد نواصل نقل معكم هذه المشاهد الاليمه من امام المسجد، فان لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاسر ديال الضحايا اكيد، ونتمنى وانا قلت ما يبقاش يتكرر مثل هذه الحوادث، يتم احصاء الدور الاله السقوط ووضع حل لها بشكل نهائي في المدينه القديمه، لان مجموعه من دور الاله السقوط ساكنين فيها الناس. فهذه كنقولوا وكنبهوا السلطات لضروره ايجاد حل نهائي لكل الدور الاله السقوط في المدينه القديمه، لان ما غيبقاوش الساكنه عايشين هما مفزوعين، كيكون الامطار كيكون الرياح، فخاص لربما تدخل بشكل مستعجل على مستوى كل الاحياء ديال المدينه العتيقه لفاس، ودعم هاد الاسر. هاد الاسر مساكن راهم في حاله ماساويه، خاص تدخل من اجل ربما نوقفوا معاهم في هاد الازمه هذه. فماشي سهل، صعب صعب جدا هاد الاحساس وهاد الشعور اللي كيحسوا به الان. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاسر ديال الضحايا، اكيد كتشاهدوا معنا، فغيتم نقلهم بعد ما يتم اداء صلاه الجنازه عليهم. إذا كتشاهدوا لحظات جد معبرة، أكيد لحظة إخراجهم من المسجد ونقلهم نحو المقبرة. إن لله وإنا إليه راجعون، كل تضامن مع الأسر ديالهم أكيد. الله يصبرهم يا رب، الله يصبرهم، الله يصبرهم. وأكيد القناة ديال شوف تي في فهي معهم من أجل ربما نقل الصوت ديالهم في أي وقت. فنتمناو الله عز وجل الله يرحمهم ويوسع عليهم، لمشاهد جد معبرة متابعينا الكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لأن كتشاهدوا معنا لحظة نقل الجثمان ديالهم أكيد متابعينا الكرام نحو المقبرة، فإن لله وإنا إليه راجعون، لمشاهد جد معبرة كما كتشاهدوا معنا.
إذا في هذه الأثناء غادي يتم نقلهم نحو المقبرة من أجل تشييع جثمان ديالهم ودفنهم. فمتابعينا الكرام شكرا لحسن التتبع ديالكم المشاهدة، الله يرحمهم ويوسع عليهم، أكيد لحظات جد مؤثرة. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.